ضمن خطط جمعية الكاريتاس الأردنية في نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، نظمت جمعية الكاريتاس الأردنية لقاء مع أفراد كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك في إربد تحت عنوان الغذاء الصحي وتقسيماته، حيث هدف هذا اللقاء توعية أعضاء الكشافة بأهمية الأكل الصحي لبناء جسم سليم وعقل سليم وتعزيز المناعة الجسدية لديهم. المزيد في تقرير مندوبتنا في الشمال نيفين حداد. لأن الصحة مهمة وصحة أولادنا مش بس مسؤولية الأهل، كمان مسؤولية جمعية الكاريتاس الأردنية اللي دائماً بتحرص على إنها تقدم كل شيء مفيد للكنيسة وللمجتمع. واليوم اللقاء كان بتنظيم من الكاريتاس لعدد من أفراد كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك في إربد لتكون المحاضرة تحت عنوان تقسيم الطبق الصحي والغذاء الصحي المتوازن. في عنا حصة كثير مهمة إحنا ما بنركز عليها اللي هي حصة الألبان. وصلت شو الحصة؟ ألبان زي حليب، لبن، شميدة. في حدا بيشربها كل يوم؟ تضحكوا، ما حدا بيشرب. أوكي، هلأ يومياً بدل ما ناخذ معنا عصير نشرب شراب بالمدرسة، خلينا ناخذ معنا علبة شميدة. مواضيع صحية متنوعة، منها تقسيم الطبق الصحي، توزيع الحصص بالطبق، وعن الوجبات اليومية اللي بتناسب أعمار الصغار، وكمان النظافة الشخصية وأهميتها بأي مرحلة من المراحل العمرية. ألقتها الممرضة رشا بدر بأسلوبها الحلو لتوصل المعلومة بالشكل الصح. من ضمن خططنا في جمعية الكاريتاس الأردنية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع المحلي والرعاية. كان اليوم عندنا نشاط في كنيسة البشارة الروم الكاثوليك إربد بعنوان الغذاء الصحي المتوازن وتقسيم الطبق الصحي من أجل الالتزام بنظام صحي متوازن. منشكر الكشافة الكنيسة على تفاعلهم وتنسيقهم للنشاط. الأخصائية نرمين كانت تختار من الكشافة لتسألهم سؤال وبناء على الجواب بياخدوا معلومة صحية مفيدة، وهيك لتخلي المعلومة راسخة ببال كل واحد فيهم. وبالنهاية تم توزيع الأطباق الصحية من الكاريتاس على الجميع ليتذكروا دايماً الأكل الصحي والمتوازن. نيفين حداد من إربد.